دلوقتي هنتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتسير شركة مصر للطيران الناقل الوطني 18 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله من الأراضي المقدسة، وده لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة الجيزة وحجاج الترانزيت وباماكو كوناكري وحج أفراد وعمل وإقامة. النهاردة هتعقد منظمة العمل الدولية فعاليات ورشة العمل الإقليمية لختام مشروع منظمة العمل الدولية النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال إفريقيا أضواء، واللي بتستهدف القيام بتحليل متعمق لنتائج المشروع وتأثيره على المستوى القطري والإقليمي مع الشركاء الوطنيين الثلاثي الأطراف ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في البلدان الثلاثة المستهدفة بالمشروع وهي مصر وتونس والمغرب. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 29 من عمر المسابقة. هيلتقي مودرن فيوتشر مع بلدية المحلة في الرابعة عصراً. في السابعة مساءً هيلتقي الإسماعيلي مع سيراميكا. وفي نفس التوقيت هيلتقي الزمالك مع فاركو.